واجهت إسرائيل ضربات عنيفة للغاية ظهر هذا اليوم على الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الداخل السوري، وتفاصيل هذه الضربات حدثت عنها العديد من المصادر المهمة مثل وكالة رويترز، المرصد السوري لحقوق الإنسان والتايمز أوف إسرائيل. والنقطة التي قامت إسرائيل بضربها هي تدمر وسط سوريا. منذ أشهر طوال إسرائيل لم تضرب هذه المنطقة نهائيا التي يتواجد فيها لواء زينبيون والحرس الثوري الإيراني وعدد من الفصائل الأخرى، وهذه منطقة تعتبر استراتيجية للغاية بالنسبة للفصائل لأنهم عادة يستخدمون هذه المنطقة في استهدافاتهم على قاعدة التنف التي تعتبر منطقة 55 كيلو والتي يتواجد فيها جيش سوريا الحرة وكذلك القوات الأمريكية أيضا، بالإضافة إلى أن تدمر تعتبر منطقة مهمة بالنسبة للفصائل في نقل أسلحتها وصواريخها كونها وسط سوريا، وبالتالي تنقل إلى أي منطقة موجودة في سوريا هذه الأسلحة والصواريخ وحتى باتجاه حزب الله اللبناني. وإسرائيل حضرت لهذه العملية منذ أشهر طوال، هي ضربت واستمرت باستهداف المنظومات الدفاعية والمنظومات الرادارية الموجودة في درعا وكذلك في السويداء، وعبدت الطريق والأجواء لكي تحلق وتوجه ضرباتها على سبيل المثال باتجاه إيران عن طريق هذه المناطق وقاعدة التنف لتتجه فوق الأجواء العراقية، أو حتى في ضربات مستقبلية محتملة على العراق ستأخذ أيضا إسرائيل نفس هذا الطريق ونفس هذه الأجواء من أجل تحقيق هذه الضربة. وهذا بالضبط ما استغلته اليوم إسرائيل، حيث أنها حلقت عبر مرتفعات الجولان وعبر هذه المناطق لتصل باتجاه قاعدة التنف التي تحدثنا عنها، وظهرت الطائرات الإسرائيلية فجأة في هذه المنطقة وقامت بعدد من الاستهدافات في داخل مدينة تدمر. هي ضربت في حقيقة الأمر 5 نقاط، عدد من الأبنية، مستودعات للأسلحة، ومطعم كذلك كان جزءا من النقاط التي ضربت. 36 شخصا قتل في هذه الضربات، بالإضافة إلى 50 جريحا أغلبهم من هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وكانت هنالك صور لطبيعة هذه الضربات نقلتها العديد من المصادر طبعا السورية، مثل هذه اللقطة التي ترونها، وهذه اللقطة أوضح لطبيعة هذه الضربات. نلاحظ بأننا أمام 1، 2، 3، 4 انفجارات، وإلى الشمال قليلا من هذه الصورة تلاحظ بأن هنالك انفجارا خامسا، بالتالي 5 نقاط هي التي ركزت إسرائيل على استهدافها. ونلاحظ إذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع فإننا سنلاحظ بأننا أمام مرتفع وقلعة أثرية، وكذلك هنالك شكل لمرتفعات أخرى، وهذه هي المنطقة الصناعية الموجودة في تدمر هي التي استهدفتها في حقيقة الأمر إسرائيل. وإذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي مباشرة الآن إلى تدمر وسط سوريا، هذه هي تدمر والمنطقة الصناعية موجودة هنا بهذا الاتجاه، وتمام قبل قليل هي نفس هذه اللقطة، لا شيء مختلف أبدا، ترى نفس القلعة الأثرية وكذلك المرتفعات التي كانت ظاهرة هنا، وهذه هي طبعا المنطقة الصناعية. ونلاحظ أيضا واحدة من الملاحظات من الصورة السابقة التي تحدثنا عنها، ستلاحظ بأن هنالك نوع من الأشجار الموجودة هنا بهذا الاتجاه، مما يوضح أن الانفجارات تأتي في هذه المنطقة إلى الشمال أو بعد هذه الأشجار وكذلك إلى اليمين من هذه المنطقة، وبالتالي تلاحظ أن هذه هي منطقة الأشجار على ما يبدو، وبالتالي الانفجارات في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة إلى اليمين. لما كانت هنالك لقطات أساسا مصورة من الأرض توضح طبيعة أين بالضبط جاءت هذه الانفجارات، المقطع المصور كان قد صور هذا الشارع والمنطقة وأوضح أن هنالك انفجار بهذا الاتجاه، وبهذا الاتجاه أيضا هنالك انفجارين على الأقل، وهذا هو المقطع المصور الذي سنراه الذي وضح تماما من نفس الصورة في القمر الصناعي طبيعة هذه الانفجارات والضربات الهائلة فعلا التي نفذتها إسرائيل. وبالتالي نحن أمام انفجار قد جاء باتجاه هذا المربع في هذه المنطقة، يبدو أن هنالك مستودعا للأسلحة هو الذي ضربته إسرائيل، وكذلك إلى اليمين من هذه المنطقة هنالك نقطتين ضربت. تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هنالك مطعما كان إحدى النقاط هي التي ضربت في هذه المنطقة، هنالك مطعم، وكذلك يبدو أن إحدى المستودعات هنا قد ضربت. ولا بد من التركيز أمام هذه الطرق ونركز على هذه الطرق المهمة، هنالك 3 طرق مهمة مرتبطة بهذه النقطة الاستراتيجية للغاية في تخزين الأسلحة للفصائل هي التي كانت هدفا. طبعا نحن تحدثنا عن هذه المنطقة هي التي استهدفت، لكن لاحظ نحن أمام 3 طرق كما تحدثنا، هذا الطريق يؤدي إلى دير الزور ذهابا وإيابا من هنا
إلى حمص والقصير ومن هنا إلى العاصمة السورية دمشق، وبالتالي هذه منطقة حيوية للغاية هي التي استهدفت. ودعونا نركز قليلا على الطريق باتجاه دير الزور، لأن كل الأسلحة البرية تمر من دير الزور باتجاه هذه المنطقة، وبعد ذلك يتم توزيع الأسلحة أو تبقى هنا كنقطة استراتيجية في حالة كانت هنالك اشتباكات أو غيرها، وبالتالي هذا تعتبر منطقة باك اب مهمة، وبالتالي هذه هي تدمر كما نلاحظ. وهذا هو الطريق المرتبط مباشرة إلى دير الزور. وما هو مثير للانتباه إلى أن القيادة المركزية الأمريكية الطيران الأمريكي بشكل عام نفذ ضربات خلال 24 ساعة الماضية باتجاه دير الزور والمناطق القريبة من دير الزور. تحدثت عن هذه المسألة العديد من المصادر، أيضا من ضمنها طبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان. والمناطق التي ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت الميادين والعشارة وكذلك القورية، وأدت هذه الضربات إلى مقتل ما يقرب الخمسة عناصر من عناصر الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وكذلك جرح العديد منهم. وهذه تعتبر ثالث موجة من الضربات الأمريكية باتجاه هذه المنطقة التي تعتبر هي خط الأسلحة المهمة البري الذي يأتي من العراق مباشرة إلى سوريا إلى دير الزور، ومن دير الزور كما تحدثنا باتجاه تدمر في العاشر من نوفمبر على سبيل المثال، أو الحادي عشر من نوفمبر في حقيقة الأمر كانت هنالك ضربات أيضا باتجاه نفس المناطق وباتجاه دير الزور. وفي الثاني عشر من نوفمبر بعدها بيوم مباشرة كانت هنالك ضربات باتجاه القائم، وكانت العشائر العربية في اشتباكات كبيرة مع الفوج 47 في هذه المنطقة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وسيطروا على أغلب ألبو كمال، وكانت هنالك اتفاقيات عشائرية. لكن بعض التقارير تتحدث بأن هذه الفصائل لا زالت موجودة في ألبو كمال في بعض النقاط وفي بعض المقار، هنالك بعض التدريبات التي يقومون بها، لكن كانت تحولا كبيرا أن نرى العشائر العربية أن تتواجد في هذه المنطقة. بالتالي هنا كل شيء أصبح تحت النار على ما يبدو إذا ما رأينا وألقينا نظرة على الخارطة الكبيرة. فالضربات تأتي باتجاه القصير وحمص وكل ما هو يربط طبعا سوريا بشمال لبنان من أجل إرسال الأسلحة مباشرة إلى حزب الله اللبناني، كذلك أيضا النقاط العبور للأسلحة من دمشق مباشرة إلى لبنان إلى بيروت، طبعا هي تتجه إلى جنوب لبنان، وكذلك هذا الخط الممتد إلى العراق من دير الزور إلى ألبو كمال أيضا يتعرض للكثير من الضربات والأحداث. قسد تضرب الفصائل المسلحة، العشائر العربية تشتبك معهم، وضربات أمريكية عدد ضربات الإسرائيلية التي عادة إسرائيل لا تعلن عن طبيعة هذه الضربات. وها نحن أمام تطور ألا وهو ضرب تدمر وسط سوريا، وبالتالي يبدو أن إسرائيل بدأت تنقل هذه المعركة شيئا فشيئا من خلال كل هذه الضربات التي نتحدث عنها. وضربات الولايات المتحدة بدأت تنتقل النار من لبنان إلى سوريا، بمعنى آخر وبمعنى أوضح بأن الأنظار شيئا فشيئا نراها تتحول الآن من لبنان إلى سوريا، مع تحشيدات إسرائيلية ليست بالعادية أيضا في مرتفعات الجولان وتحركات أيضا مريبة انتبهت لها العديد من المصادر المقربة من الفصائل المسلحة مثل IWN التي وجدت بأن هنالك حراكا يوضح ويشير إلى أن إسرائيل فعلا قد تقوم بعملية برية باتجاه القنيطرة والمناطق حتى المنزوعة السلاح التي تفصل بين الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان وكذلك الجيش السوري، وبالتالي نرى اشتعال هذه المنطقة ويبدو لمشاغلة هذه الفصائل وحزب الله اللبناني وكذلك الجانب الإيراني بأن عليهم الانتباه ومواجهة هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي هذا الأمر يجعل حزب الله اللبناني لوحده غير قادرا على تسلم أي أسلحة وتحت النار وتحت الضغط. وفعلا الجانب الإسرائيلي الآن يتقدم في جنوب لبنان في توقيت مثير للغاية هذه الضربات التي تأتي في سوريا. نلاحظ هنا من آخر التحديثات من الخرائط توضح لك إلى أن إسرائيل تقدمت كثيرا الآن في هذا الطريق باتجاه شامة، وصلت إلى البياضة وكذلك إسكندرونة، وهذه صورة أوضح لطبيعة التقدم الإسرائيلي. تلاحظ إلى أن إسرائيل تخوض معارك في هذه المنطقة لكنها وصلت لهذه المنطقة، بمعنى آخر بأن حزب الله اللبناني غير قادر الآن على الحصول على الإمدادات باتجاه الناقورة، وهذا يعني إلى أن إسرائيل وهذه المنطقة ستكون تحت سيطرتها في الأيام القليلة القادمة مع قطع هذا الطريق، وهو يفتح باب طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي إلى أن تفرض سيطرة أيضا في التقدم لهذه المنطقة التي شيئا فشيئا مع هذا التقدم يصلون إلى النهر الليطاني. وكذلك نلاحظ هنا أيضا باتجاه
خيام، الخيام هذه المنطقة المهمة التي يقاتل فيها حزب الله بشكل كبير للغاية، وتلاحظ هنا من خلال اللقطات والصور والخرائط توضح لك إلى أن إسرائيل الآن تقدمت ليس فقط إلى العمق من الخيام مع محاولة الاقتحام، ولكن أيضا إلى شمال شرق الخيام كما نلاحظ يحاولون تطويق هذه المدينة. نلاحظ هذه الصورة أوضح لطبيعة هذا التقدم من الأقمار الصناعية طبعا، ومن تحديد المواقع يوضح لك إلى أن إسرائيل وصلت لهذه المنطقة. وهذا قد يعني ببساطة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأنه سيكون حاضرا في تطويق هذه المنطقة شيئا فشيئا، ويفتحون الفرصة لحزب الله اللبناني للانسحاب أو يقوموا بتدمير هذه المنطقة والسيطرة عليها بالكامل. والمشكلة أن حزب الله اللبناني يعاني كثيرا في مسألة الصواريخ. نلاحظ هنا معهد المال للدراسات هو الذي كان قد أوضح بأن حزب الله اللبناني انخفض على مستوى وتيرة إطلاق الصواريخ من سبتمبر إلى أكتوبر، أطلق 60 صاروخا كما نلاحظ، ولكن من أكتوبر إلى نوفمبر 19 من نوفمبر أي يوم أمس 46 صاروخا حتى هذه اللحظة، ولكن هنالك ارتفاع في إطلاق الطائرات المسيرة من طائرتين مسيرة من سبتمبر إلى أكتوبر 19 من سبتمبر إلى 19 من أكتوبر، وتلاحظ هنا ارتفعت إلى 16 طائرة مسيرة. ومع اشتعال هذه الأمور في هذه المنطقة إن كانت في سوريا أو في لبنان أو حتى بالضربات المرتقبة باتجاه العراق، فإن الأمور أيضا تتصاعد على الجانب الإيراني. اليوم صدر هذا البيان، وفي حقيقة الأمر في 24 ساعة الماضية تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح بأن إيران قد وصلت إلى مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 182.3 كيلوغراما. هذا يعني بأن هنالك ارتفاع من أغسطس إلى 26 من أكتوبر تقريبا ب 17.6 كيلوغرام من هذا اليورانيوم المخصب. وهذا الأمر هو الذي أزعج دول الإي3 بريطانيا فرنسا وألمانيا، وقاموا بتقديم مشروع قرار سيتم التصويت عليه في مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من المفترض أن نسمع شيئا اليوم حول هذه المسألة أو يوم غد، وهذه مسألة طبعا حذر منها وزير الخارجية الإيراني لأن هذا القرار سيكون قاسيا على الجانب الإيراني من قبل الدول الأوروبية وهو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران لا تتعاون في مسألة وقضايا تخصيب اليورانيوم وتستمر في التقدم باتجاه القنبلة النووية. طبعا وزير الخارجية الإيراني حذر من هذه المسألة تماما، وكذلك جاءت مصادر غير رسمية إيرانية تحدثت بأن إن تم إقرار هذا القرار فإن إيران ستفعل العديد من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، يعني تخصيب أسرع لليورانيوم ويعني الحصول على المزيد من كميات اليورانيوم المخصب إن كان بنسبة 60% أو حتى 20%. وطبعا بالنسبة للجانب الإيراني ببساطة عرض الآن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يصل سقف هذا المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 185 كيلوغراما، وبعدها يقوم بتخفيض تخصيب اليورانيوم قد يكون ل 20% أو 5%، وبهذا تنتهي القصة ولن تتقدم إيران بأي شكل من الأشكال، تتراجع من هذا التخصيب وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتراجع من طبيعة هذا القرار، لكن لا يبدو أن هنالك تراجعا من هذا القرار. وأساسا ديفيد أولبرايت وهو رئيس ومؤسس مركز الدراسات للعلوم والأمن الدولي كان قد تحدث بأن هنالك لن تكون هنالك أي فائدة حتى وإن كان هنالك سقفا لل 185 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لأن ببساطة إيران حتى وإن خصبت اليورانيوم بعد ذلك ب 5% أو 20% هي لازالت قادرة على الوصول إلى 10 قنابل نووية بيورانيوم مخصب ب 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خلال الشهر الأول، وقد تصل إلى القنبلة الأولى خلال ساعات أو 48 ساعة من دون أي مشكلة نهائيا. بالتالي الأمور تشتعل في سوريا، تشتعل في لبنان، ويبدو بأنها تشتعل بشكل أكبر باتجاه إيران.